لاعبين يملكوا امكانيات فنيه جيده، واعتقد اليوم شفنا مباراه طيبه لحد كبير جدا. 45 دقيقه خشوا بها و45 دقيقه طلعكم، والحمد لله ناس ما قلت لهم، ناس ما خشوا رجال، الحمد لله انا نشتغل عليهم، يعني هذه ما نصهم يعني في وحده منهم اولادي يعني من الناشئين عندي. الشوط الثاني ان شاء الله باش نحاولوا نغيروا، مباراه حشنا بثلاثه نقاط، تعادل ما يكفيناش، ان شاء الله الشباب يقدموا الشوط الثاني كويس وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. الفريق عنده اهدافه، كل واحد من خلال السلم الترتيبي في الجدول يبيع، كل مدرب يبي يلعب عليه الكيفيه اللي يراها تناسب فريقه. شباب الجبل ادى الاداء المطلوب منه والطرق اللعب اللي لعبنا بها الاسبوع اللي فات على فريق التحدي، وحصلنا الهدف في الدقائق الاولى. ونا ديما الكلمه هذه المفروض ما تطلعش من المدربين، يعني حط سماعه الحكام، الحكم كان مش في المستوى يعني في خاصه في الشوط الاول. قناه ليبيا الرياضيه اللي جدا يتم دعمها والوقوف معها، لانها تهتم جدا بالمناشط الرياضيه وتدعم الشباب الرياضي، وهي متواصله دائما وتتواصل مع كل القنوات الرياضيه. نتمنى لهم التوفيق، وهم اهل للرياضه وبخبرتهم يستطيعون يقدموا كل شيء جديد للرياضه، فلهم منا كل التحيه. ان شاء الله اليوم ان شاء الله الفريق يكون في نهاره ونكونوا في يومنا، وتحضيراتنا كانت جيدة والحمد لله، معناها واستفدنا من الفترة الماضية كلها. الفرق بيننا وبين الفريق متصدر 3 نقاط، المباراة بتاع اليوم تعنينا كثير، نحصدوا بإذن الله 3 نقاط بتاع اليوم نقضوا في صدارة الترتيب، وإن شاء الله هذا اللي معولين عليه وهذا اللي خدمنا عليه طيلة الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق يعني بإذن الله. Thank you.